وإيمانا بدور الشباب العماني في بناء الوطن، فإننا نهيب به أن يضرب المثل بالجدية والجدارة ويعد نفسه للمشاركة الإيجابية في كافة قطاعات العمل دون أن يربط مستقبله بالحصول على الشهادات فقط أو يحصر اهتماماته في مجالات محدودة بطبيعتها، وإنما يجب عليه أن يكون قدوة حسنة في تقبله للعمل في مختلف الميادين، مهما بدا هذا العمل بسيطا، لأنه سيبقى جهدا شريفا ونبيلا طالما أنه يؤدي خدمة للوطن والمجتمع. ويحقق طموحات المواطن في حياة كريمة.